معي عبر الهاتف المهندس ماجد الشاعر من إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة. مهندس ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخوي. مساك الله بالخير مهندس ماجد. مساك الله بالنور وسرور أخوي. حياك الله يا أخي الكريم. أعتقد الأخوة في التنسيق والمتابعة بلغوك عن رسالة الأخ أثنى في الرسالة على مسح بعض مناطق السيوح بشكل جبار، أذكر هالرسالة يعني، وكان يستفسر عن المرحلة القادمة ومتى سيتم مسح السيوح 10 بنفس مستوى المسح الشامل اللي صار في بعض مناطق السيوح. فأسمع تعليقك أولاً على هالنقطة أخوي ماجد، تفضل. أول شيء بس أحب أشكر الأخ اللي قدم المقترح هذا. نعم. وحبيت أفيد أن هذا الموضوع بخصوص تسويات السيوح من سيوح 10 إلى سيوح 15، ردي حسابنا نحن سوينا الميزانيات الشبكية للمنطقة كاملة، حسبنا الكميات. إن شاء الله حاليا نحن في صدد طرح المناقصة إن شاء الله تسويق المناطق هذه كاملة بإذن الله. بيكون مشروع واحد كامل مهندس ماجد؟ مشروع كامل إن شاء الله بنبتدي تتابعا من السيوح 10 إلى السيوح 15 بإذن الله. متى سيبدأ هذا المشروع أو شو خطتكم الزمنية لهذا المشروع؟ والله حاليا احنا خطتنا الزمنية لأن في عدد كبير من الطلبات المقدمة من السيوح للمستفيدين من السيوح 10 للسيوح 15. كانت الخطة المبدئية أن ننتهي من الأعمال اللي هي قائمة حاليا في المناطق هذه، ننتهي من تسويات الأراضي للناس، وبعدها إن شاء الله نبدأ بالمشروع هذا. يعني الآن مهندس ماجد أنتوا تقومون بأعمال تسوية المنفردة أو الفردية، يعني إذا حط طلب تسوون له؟ بالضبط، نحن نبغى نخلص كل الطلبات اللي موجودة عشان ما نأخر الجمهور، نخلص كل الطلبات اللي موجودة حاليا، وبعدها بإذن الله بيبدأ المشروع هذا كامل ليوم من السيوح 10 إلى السيوح 15. مهندس ماجد أعتقد كل يوم بتيكم طلبات جديدة لأن ما شاء الله مشاريع البناء ما تتوقف. ما شاء الله، هي تقريبا شبه يوميا تينا الطلبات، وحاليا مثل ما قلت لك الطلبات نستلمها فرديا وبعدها بيكون المشروع هذا. طيب الآن يعني يا باشمهندس اللي عنده أرض وبحاجة إلى بناها أو بحاجة إلى تسوية الطريق المادي لها أو تسويتها، ينتظر ولا بإمكانه التواصل معاكم ويطلب؟ لا حاليا يقدر يتواصل ويانا دايركت، ما ينتظر هذا الشيء. طيب طريقة التواصل وطريقة طلب التسويات مهندس ماجد؟ هي عندنا نحن طريقتين، اللي هو استقبال الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني وعبر مركز خدمة السعادة المتعاملين في الدائرة نفسها. أو الدائرة، صحيح؟ الدائرة هنا. الإجراء ياخذ وقت مهندس ماجد، في رسوم معينة على هذا الإجراء، في تفاصيل؟ في هالموضوع للأخوة المواطنين تكون تسويات بدون رسوم. بدون رسوم تاخذ وقت بس مهندس؟ هي تاخذ وقت على حسب الكميات. يعني انا ما اقدر اقول لك الوقت، مثلا تفرق بين كميه مثلا 30,000 كيوبك متر و 100,000، هي تختلف على حسب الكميات فقط لا غير. انا اقصد بالوقت يعني وقت البدء بتنفيذ الطلب مش وقت الانجاز، يعني اذا يقدم طلب اليوم قال انا عندي ارض في المنطقه الفلانيه في السيوح 10 11 مثلا، هي ما تقل عن اسبوعين عمل. خلال اسبوعين عمل بالضبط، لان هي الاليه المتبعه ان احنا نخاطب المقاول نفسه او الجهه اللي بتسوي لنا الميزانيه الشبكيه للارض، وبعدين توفر لنا الكميات المطلوبه. اذا احنا نبشر الاخوه اللي سالوا عن المسح الشامل هذا للسيوح من 10 ولغايه السيوح 15 بان ان شاء الله تعالى هذا سيكون قريب، لكن في ذات الوقت المسح المؤقت والفردي لم يتوقف، صحيح؟ لم يتوقف حتى الآن. آسف باش مهندس مرة ثانية، متى متوقع أن تبدأ هذه الخطة الشاملة؟ في موعد تقريبي للبدء بالمسح الشامل؟ موعد تقريبي إن شاء الله المسح الشامل تقريبا 3 شهور مع انتهاء جميع الطلبات في الأراضي هذه. بعد 3 شهور تقريبا؟ تقريبا. وحسب الخطة كم يعني يتكلف من وقت لإنجاز المشروع كامل؟ هو تقريبا القطعة الواحدة مثلا لما نتكلم عن السيوح 10 لما نمسحها كاملة تاخذ بحدود 25 إلى 20 يوم.
لأن تكون تختلف حجم الآليات لمورد الموقع، يعني تسوية الأرض الصغيرة محتاجة آليات أصغر. صحيح. المناطق الكبيرة تكون الآليات مختلفة فتأخذ وقت أقل. جميل جدا، جميل، واضح الموضوع مهندس ماجد، جزاك الله خير. الأخ أحمد يقول لي اسأل المهندس ماجد إذا عنده جديد حول المشاريع حاب يعلن للناس تحديدا في السيوحة، أو إذا عندك يعني تفاصيل في مناطق أخرى. حاليا أبشر الناس نحن في صدد إنجاز مجلس ضاحية السيوح، وجاري توصيل الخدمات للمجلس، وحاليا في حديقة العامة في منطقة السيوح، وفي والحديقة النسائية في السيوح 4. مجلس الضاحية وين بيكون؟ في أي سيوح مهندس ماجد؟ في السيوح 2. السيوح 2. نعم. والحديقة؟ الحديقة في السيوح 4. هذه الحديقة العامة ولا النسائية؟ لا، الحديقة النسائية في السيوح 4، الحديقة العامة في السيوح 6. 4 نسائية والعامة في السيوح 6. السيوح 6، هذه وين وصلت مراحلها مهندس ماجد؟ حاليا السيوح هي السيوح 4، الحديقة النسائية جاهزة، بس مجرد بعض الأمور الإنشائية اللي داخل الحديقة النسائية فقط، يعني هي وصلت الخدمات، يعني تقريبا نتوقع خلال أسبوعين أو شهر بالكثير نكون فاتحين الحديقة للجمهور إن شاء الله. بإذن الله تعالى. هاي أخبار طيبة لأهل السيوح، وإن شاء الله الأخبار الطيبة ما تتوقف، يعني سواء إنشاءات وطرق وغيرها. إذا تسمح لي مهندس ماجد بس يعني توضيح مسألة معينة، بعض الناس وإحنا نتحدث الآن عن الطرق في السيوح صار عندها إشكال، اختصاصكم واختصاص هيئة الطرق فيما يتعلق بالطرق في المناطق السكنية، شو اللي عندكم وشو اللي عند هيئة الطرق والمواصلات؟ نحن أستاذ حسن نختص بالطرق الحصوية فقط، أما الطرق الداخلية اللي هي الفرش شارع الرود بيس نفسه أو الشارع العادي يكون من اختصاص هيئة الطرق والمواصلات. يعني دائرة الأشغال العامة معنية بتسوية المناطق السكنية الجديدة، التسويات المؤقتة، التسويات العامة، لكن موضوع الرصف والطرق النظامية هو اختصاص هيئة الطرق والمواصلات، صحيح؟ صحيح. جميل جدا، حتى بس نوضح المسألة. طيب شكرا لك مهندس ماجد، ولنا لقاءات إن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث عن باقي المشاريع، نتحدث يعني كما تعودنا بين فترة وأخرى نتحدث عن مشاريع البنى التحتية، الصرف الصحي وغيرها من المسائل بإذن رب العالمين. شكرا مهندس ماجد، شكرا في أمان الله، حياك الله، في أمان الله.